يلي مش شايف الفيصلي، البس نظارة لأنه حظنا الدوري بجدارة. جدارة النادي الفيصلي، نادي الوطن أو الزعيم كما يحلو لعشاقه تسميته. اليوم الفيصلي يتوج ببطولة الدوري رقم 35، ونقول ألف مبروك للنادي الفيصلي وجماهيره والإدارة والكادر الفني وللجماهير من شمال المملكة إلى جنوبها. ألف مبروك. الله يبارك فيك، هذه فرحة والدوري 35، ألف مبروك للجماهير إن شاء الله. ألف مبروك لكل جماهير الزعيم وهذا الدوري 35، أنا شو رأيك أنت؟ ألف مبروك للزعيم وإن شاء الله الأفضل. دوري صعب كان، ولكن الفيصل أثبت جدارته على الاستحقاق بوجود اللعيبة مرتبين الحشمين من شو اسمه الروشدي والمدافع عراقي، بدعوا ويستاهلوا أنهم يتجددوا لهم مرة ثانية. بالتوفيق باسيا. الله يسعدك، الحمد لله على الفوز، والف الف مبروك للزعيم الفيصلاوي بطولة الدوري 35 ودق خسوف. الدوري صعب ولكن تقدر جهود النادي الفيصلي على الاداء واللعب واللعب الجميل، ونقول للجزيرة ابلع حربة. الله عليك. اول شيء مبروك للفيصلي الزعيم، والله حي الصوت وعلى الصوت، والصوت سلطاني، والدوري الجاي راح يكون ان شاء الله باذن الله على الصوت الرهيب. الدوري اشهاب الخالدي من حمص سوريا. من سوريا. تشجع الزعيم؟ تشجع الزعيم الفيصلي، الدم فيصلاوي. على الفيصلي اكيد، هذا الفيصلي الزعيم. مبارك للجمهور الكبير اللي جت هون، ومبارك لكل واحد بشجع الفيصلي. احنا هون جايين عشان نادي الفيصلي، وبحب احكي للي مش شايف الفيصلي، البس نظارة لانه حظنا الدوري بجدارة. جدارة. دقيقة خلنا ناخذ لقاء. يلا شو نحكي؟ باركي للنادي. ألف مبروك للزعيم وخاوة. شعب الغور، شعب الغور من أحمد سامي، تحية لكل الغور وتحية للزرقاء وأهل عوجة. سلطان ألف مبروك للزعيم. قوي قوي كيف الدوري؟ وده مش خاوة ناشية، العيون العشاير هاي خلطناهم. الفيصلي لآخر جولة ويحسم الدوري لقب 35، وكانت منافسة صعبة. طبعا الحمد لله رب العالمين، موسم طويل، موسم متعب، موسم قدمنا به كل العقلية بالتشجيع ولحماية الكيان، ومن وراء الكيان من وراء مدينة لمدينة ونسافر وراه، تعبنا كثير والحمد لله رب العالمين. كأس 35 صار بخزينة النادي الفيصلي. يا ريت، ألف مبروك. الله يبارك بيك، وهذا ألف 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 مليون تليون مبروك للشعب الفيصلاوي العظيم حبيب قلبي. أعطيك العافية حبيبي. هلا الله يعافيك. من وين جاي؟ والله جايين من الجنوب، من معان ومن شيخ بدران، شباب كلها جايين لعيون الفيصلي. والحمد لله الدوري هذا يعني كان دوري صعب، بس ما في صعب على الزعيم. الفيصلي هو الزعيم وهو زعيم الأندية الأردنية، وإن شاء الله التمثيل المشرف في البطولة الآسيوية إن شاء الله راح تشوفوه من الفيصلي. ما في حدا يمثل الوطن خارجيا زي تمثيل الفيصلي، وهذا وعد من جماهير الفيصلي إن شاء الله. كل الشكر. فرحة هستيرية
وغير عادية من جمهور النادي الفيصلي. المشوار كان طويل كان صعب، ولكن الفيصلي أثبت أنه هذا الموسم جدير بالفرح. أول شيء ألف مبروك لجمهورنا، جمهورنا العظيم، جمهورنا الكبير، جمهور نادي الفيصلي اللي اليوم ما فاز بجول ولا بجولين ولا ثلاثة بأربعة. هذا يثبت لكل الأندية أنه مش أي نادي، هذا هو الزعيم. أنت شوف الفرحة قدامك، شوف الناس المتواجدة، والحمد لله الله ما خيب الله تعب، وانتظرنا الدوري وحققنا الدوري. ألف 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 مبروك للزعيم، ويعطيك العافية. مبارك مبارك. ألف مبروك يا قلبي، يعطيك العافية.